جهاد دق الباب قبل لو سمحت. ليلي شو عم يعمل هذا الشب هون؟ شو عم يعمل هذا الشب؟ مين قصدك؟ هذا الشب اللي بيزعلها للجوري، انا شفته تحت، شو بده؟ جهاد حبيبي هذا الشب شوفيري وعم يشتغل عندي، مفهوم؟ بدك طالب؟ هو عم بيزعلها للجوري، ما هو انا منه طالب، انا ما عاد بدي اشوف الشب، ما عاد بدي اشوفه، الجوري خلص ما بدها اياه. ماشي جهاد، ممكن تروق شوي لو سمحت؟ كل القصة بس لحتى لاقي شوفير تاني، هاد الشاب رح يشتغل لكن هون. روحي ودبري حدا تاني، انا ما عاد بدي اياه، عم يزعل جوري، عم يزعل الجوري تولي. خلص اهدى حبيبي جهاد، لا تاكل هم انت، جوري ما رح تزعل، هي بتعرف منيح شو اللي عم تساوي. يلا حبيبي روح على اوضتك وانا شوي تاني رح اجي لعندك، ماشي؟ يلا روق، لانه هيك ما بيمشي الحال، مزبوط؟ طيب ماشي، يلا روح. ماشي. بكل زاوية جوري، كابوس فظيع، كأنه بس جكارة فيني رجعته يشتغل عنده. شو هالحكي بنتي؟ توليب خانم ليش بدها جاكرك يعني؟ بابا انت شايف انه عادي يضل مجد شوفير عنده؟ شو يعني يكون شوفيرة؟ مو سهلة انها تلاقي شاب موثوق فورا. قلت لي موثوق؟ هلأ مجد موثوق؟ لك هو الا شوي كان رح يقتله لعمر بيك. ليك يا بنت لا تخليني نعصب هلأ، انت مو كنتي رايحة تتزوجي بعد كل شي سوا؟ بابا معه حق، يعني كلنا حاولنا نقنعك بس ما رديتي. كأننا ندماني، نحن ضغطنا عليها كتير. ييه دخيلك بابا، انت عاطيها وشي زيادة عن اللزوم، بكفي بقى. ايه والله ما بيصير هيك. توليب شو خفت يا روحي؟ أنا مو خايف، أنا ما بخاف. حبيبي تعا، يلا تعا لهون، تعا حبيبي. تسمحي لي توليب اني انا نام عندك الليله؟ طبعا طبعا فيك تنام عندي، يلا نام يا روحي. كان الصوت قوي. اختي انتي بدك البيض مقلي مو هيك؟ ايه اختي هيك بحبه. طيب أعطيني الخبزات. يلا عادي. توليب سباهي تبحث عن ولي عهدها، وذلك في مسابقة مصممي الأزياء التي تنظمها نقابة مصممي تركيا والتي سوف تترأسها توليب سباهي. أعلنت أن الحائز على المرتبة الأولى سيكون هو ولي عهدها، وصرحت سباهي أنها لم تنفصل عن السيد عمر حكيم أغلو. يلا سيدي السفرة جاهزة، خبري بابا. شوفي هاتي لشوف. أختي هاتي هاتي. أختي اصحك تتضايق من اللي كاتبينه، مبينة لعبة. وصرحت سباهي أنها لم تنفصل عن السيد عمر حكيم أغلو الذي لم يظهر معها في الآونة الأخيرة. أهلين عمر، صباح الخير. صباح النور. تشرب قهوة معي؟ شو هاد توليب؟
ليش مخبر الصحفيين انه نحن لسه مع بعض؟ انت بتعرفي انه علاقتنا انتهت مو؟ انا اسفة بصراحة ما انتبهت انه انتهت. انا وانت بس اصدقاء. اصدقاء؟ طيب لكان رح نجرب نبقى اصدقاء. ما عاد ركبت لوحات ابدا. يلا خلينا نركب سوا وانا رح ساعدك، شو رايك جهاد؟ ما اجت. هي قالت لك انها راحت تدور على شغل. ولو ما هيك بتجي تعمل اي شيء لتلاقي وقت وتجي، بس ما اجت. جهاد انت ما بصير تضل محبوس بهالاوضه لاخر عمرك. الحياة مانا عبارة عن جوري وبس. اسمعني شوي، نحنا انا وانت ليش ما منطلع مع بعض مشوار؟ خلينا نطلع أنا وياك نتعشى، منروح على مطعم كتير ظريف. أنا ما بقدر. لا بتقدر. ما بقدر. بتقدر وأنا رح كون جنبك. ما بقدر توليب. ليش عم تحكي هيك؟ عمر بيروح معنا، شو رأيك نتصل فيه؟ جوري ما أنا بتروم أنا. جوري بتجي. أنا متأكدة بس تعرف إنك طلعت رح تنبسط كتير. وإذا تعودت إنك تطلع لحالك يمكن تصيروا تطلعوا سوا من وقت للتاني. شي حلو ما هيك؟ بس ما بطلع بسيارتك، لأنه هذاك الشاب هو اللي رح يوصلنا. ماشي ماشي ماشي، ما بخلي هذاك الشاب يوصلنا. مو قلت لك عمر بيروح معنا؟ رح اتصل فيه وهو رح ياخذنا. تمام. <تصفيق